بسم الله الرحمن الرحيم قرآن الكريم أساساً 7 مقام üzerinde okunur. Biz inşallah Fatiha suresinden her birisi için 5 ayet numune olarak okuyacağız. Bu muğamlar ibarətdir. Bəyat, rast, çaharcah, səba, nəhavənd, secah və hicaz muğamlarından. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم